ولنقاش ملف الصراع السياسي حول قانون الموازنة ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول تركيا الكاتب والباحث السياسي حسين السبعوي. أهلا بكم سيد حسين. أهلا وسهلا، حياكم الله. تتصدر الموازنة واجهة الصراع بين شركاء العملية السياسية في العراق، كيف يفسر تكرار نفس السيناريو بتفاصيله في ظل كل الحكومات المتعاقبة؟ يعني هذا يثبت فشل الحكومات السابقة المتلاحقة وفسادها المستشري ونهب المال العام، مما جعل هذه الخلافات مستمرة ولا تنتهي، لأنه أس المشكلة هي في إدارة الدولة وفي الموارد المالية والاقتصادية للدولة العراقية. الفساد أصبح في قمة الدولة العراقية، فيبقى هذا الخلاف ويبقى هذا الفساد مستشريا، ولا أعتقد في القريب العاجل ولا الآجل أن يكون هناك حلا لهذه المشكلات. من أكبر التحديات العلاقات بين بغداد وأربيل، إلى أي مدى يستخدم ملف الرواتب وحصص المحافظات للابتزاز السياسي؟ يعني أعتقد هي يعني الشعب هو الذي يدفع ثمن هذا الفساد، هو الفساد في الطبقة السياسية أيا كانت في الشمال أم في الجنوب، الشعب الذي يدفع ثمن هذا الفساد، وبالتالي أكيد ما راح يسكت على هذا الوضع المتأزم. ولاحظنا أن هناك تظاهرات في شمال العراق وكذلك في جنوب العراق، والسبب كله هو الفساد الإداري ونهب المال العام، وإلا موارد العراق الكثيرة وهذا البلد الغني لا يمكن أن يعجز أن يدفع رواتب موظفيه. بعد تضارب الأنباء حول اتفاق بغداد وأربيل على الموازنة بهدف الدفع لتمريرها، ما الغاية من سياسة ترحيل المشاكل وتأجيل حل هذه الأزمات؟ يعني هو ليس تأجيل، هو ترحيل مشاكل لمراحل أخرى، وهذا الأمر واضح أنه ليس حلا جذريا لجميع مشاكل العراق سواء السياسية أو الاقتصادية. ترحيل المشاكل عرفناها منذ الحكومات السابقة، لكل حكومة تسلم ملف المشاكل للحكومة اللاحقة، وهكذا تبقى تتراكم المشاكل حتى ينفجر هذا المجتمع. ملفات العائدات النفطية والمنافذ الحدودية هي من أبرز نقاط الخلاف، هل يمكن لحكومة الكاظمي التوصل إلى حل حول هذه الأزمة المستمرة؟ هو لا يختلف اثنين بأنه ملف الحدود وملف النفط هو ملف سيادي، يجب أن تكون حكومة بغداد أو الحكومة المركزية هي المسؤولة على هذا الملف، لكن عندما يكون الفساد في الشمال أو في الحكومة المركزية هنا تبدأ المشكلة. لو لم يكن هناك فسادا في بغداد وفسادا في الشمال لكانت الأمور هينة سهلة، لكن عندما يكون الفساد فأكيد يبنى عليه فساد آخر ويبنى عليه فساد آخر. أما ملف النفط وملف الحدود يجب أن يكون سيادي وبيد الدولة المركزية. أستاذ حسين، كيف تنعكس تداعيات الأزمات المتراكمة والمشاكل العالقة على الوضع الاقتصادي والشارع الغاضب؟ هذه هي يعني هذا الفساد وهذه المشاكل تنعكس سلبا على المجتمع، وبالتالي المجتمع يصبر شهر او شهرين او ثلاثة ثم ينفجر في تظاهرات او في انتفاضة، وكما تلاحظون الان في الساحة العراقية منتفضة من شمالها الى جنوبها بسبب هذا الفساد وبسبب الحرمان والاقصاء الذي يعاني منه المواطن العراقي. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي حسين السبعوي، حدثتنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول تركيا.